السلام عليكم البنات، اليوم غنتلاقاو باش نوجدو مجموعين واحد لا غوسيت خفيفه ظريفه بالزربه، اللي هي اون سالاد فاسون سوشي اللي فيها دي كروفيت لافوكا. نتوما بطبيعه الحال تقدروا تزيدوا فيها الصومون او الخيار او داكشي اللي بغيتو. اول حاجه بيان سور عندنا هي الروز اللي ديجا سبق ليا وسلقته باش ما تجيش لا فيديو طويله. غنزيد دي كروفيت، غنزيد 250 غرام 250 غرام سوطيتهم غير في ديال الزبيده. غنزيد واحد الحبه ديال لافوكا مقطع بحال هكا. غنزيد معلقه كبيره ديال زنجلان، كما كتعرفوا كيجي زوين بزاف في السوشي. غنزيد تقريبا معلقه كبيره ديال عصير الحامض. الفينيغ ديال الروز كيجي فريمون زوين بزاف هاد الوصفه، مي مالوغوزمون اليوم ما عنديش، مي قلتكم غنصور لكم لا فيديو. غادي نزيد ثلاثه المعالق كبار ديال الصوص سوجا. وغادي نزيد هكا طروفه ديال داك الفرماج كيكون كاري، قطعته هنايا مربعات صغيره. واخر حاجه غادي نزيدها هي معلقه كبيره ديال الزيت ديال السنجلان. صافي، دابا بقى لي الا نخلط لا صالاد ديالي ونقدمها بالصحه والعافيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا صالاد ديالي، فريمون وصفه ظريفه خفيفه، مي بغيت نبارطاجيها معكم كوميم. كنتمنى انها تعجبكم، ما تنساوش الى عجبتكم ديروا لايك وتابوناو لاشين ديالي، وبالصحه والعافيه.